المستعان، والله في طيب النفس. قصص وحكايا مؤلمة في مخيم أبو خشب لآلاف النازحين المهجرين قصرا. تتعدد الأسباب والألم واحد، فمن لم يمت بالقصف مات اختناقا بالعواصف الرملية. شوفت عن شدحك العجاج البارحة حرام حدنا، وجينا مية أهل القبور تقول مي عاصفة حادة، والعاصفة والله الحيطان هددتها وداقرينها بدينا، وكل الليل والله اليوم ما قمنا دخنا تعبنا، ولقحنا بتشال ونمنا بتشال نمنا بدينا ما نمنا حتى بالبيوت، وهدت بعض حيطان وهدت بعض خيام وضرتنا. فإحنا إجت العاصفة هاي قوية وهدت خيام المخيم أكثرها، حتى اللبنة المعمرين وهدته، فإحنا بحالة سيئة مأساة جدا، ولا حد منتبه علينا خالص. إلى هنا قدمت مئات العوائل من غرب الفرات ولم يجدوا سوى الصحراء ليفترشونها، غرسوا آمالهم في رمالها بعد أن هربوا من بطش نظام الأسد وميليشياته. نازحين من الشامية من شرق دير الزور، نمنا بالعراء، اليوم صار لنا يومين لتم بالخيام نخيط بيهن تانئوي أطفالنا. قاعدين هي القار من فين طبختنا، والله لو لنا بشي ومادية فلا نقعد دقيقة واحدة، إن نمشي إحنا الحزب ظهرك بشاي بالبرية بقواجب ملوك شفتوا مراتوا غرطوا سرمون ما بي هالكانين، إحنا ميتين بنوب تلفانين أمروه ومتشبين من العازة والجاع والعنتثة، هذا مجعدنا هي. وش مجعدنا؟ المجعدنا هي شنو؟ لا يجبرنك على تجرع المر إلا ما هو أمر. حال النازحين في المخيمات لا يلفت نظر إلا من ذاق مرارة النزوح وفقد الأمان في بيته واختار السكن في العراء، عله يجد أمنا افتقده منذ زمن.